مساء الخير حسام. مساء الخير مجدة لك ولكل مشاهدي الأفاضل. بداية، كشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن انطلاق عملية بيع تذاكر نهائي كأس الكاف بين مولودية البجاية وتيبي مازيمبي غدا الأربعاء ابتداء من الساعة 9 صباحا بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، مكان إجراء مباراة الذهاب من نهائي كأس الكاف المقرر إجراؤها يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري، أين من المنتظر توافد جماهير من أنصار الفريقين أو الفريق ومختلف الفرق الجزائرية. اجتمع صباحة اليوم بملعب 20 أوت مسيرو شباب بلوزداد السابقين في صورة عدلان جعدي وكريم شتوف بالرئيس رضا مالك وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين لبحث سبل الخروج من الأزمة التي يعيشها الشباب. وتمخض الاجتماع عن عدول الرئيس رضا مالك عن الاستقالة. إسلام شتوف. تم تعيين مسيرين في الفريق اللي رايحين يبرون شارج ليكيب يسيروها بوندون لا بيريود هادية، ان شاء الله يربي يوفقهم لي باش يخرجوا من يعني الفريق ياخذ المكانه تاعو طبيعيه. مجلس الاداره الحالي انه نبقى لغايه باش نكمل الموندا تاعي تكمل في 13 ديسمبر، من 13 ديسمبر بيكون اجتماع اخر ان شاء الله. طلبوا منا باش نساعدوهم وندعموا نعطيو لهم دعم تاع المسيرين ومحبين الفريق، مسيرين قدماء وسيروا الفريق ويحبوا الفريق، جينا نوقفوا مع الفريق تاعنا. هذه هي احنا المسيرين كلهم اليوم هنا جاي يوقفوا مع الفريق تاعنا ويعطيو الدعم تاعهم بالوسائل اللي يقدروا عليها باش نعاودوا ان شاء الله نوقفوا هذا الفريق. هذا وحمل رضا مالك رئيس شباب بلوزداد مسؤولية النتائج السلبية إلى الطاقم الفني السابق بقيادة فؤاد بوعلي، مؤكدا بأن الفريق لم يحضر بطريقة جيدة وهو ما جعله يدفع الثمن حاليا. التحضير من الأول في الميركاتو الصيفي ما أنا ما نحبش نذكر أسماء، لكن سوء التحضير هذاك هو اللي رانا أون تخان دو ريكولتي. لو كان بدينا تحضير جيد لو كان والله نخطو كان المدرب لو يبقى الأولاني والأمور تبقى كما يلزم، لانه سوء التحضير ما كانش في المستوى، لاعبين دخلوا بدايه موسم تعبانين. اي علاج فيه كان كاع مرتبط لان الجانب التقني، لو كان ما يكونش عندك اللاعب متحضر ما تقدرش تكتيك مو ولا اي حاجه ما تقدرش تحضره، اي مدرب ما يقدرش يحضره، يكون بعيد على المستوى تاعو البدني. هذا وعينت الاداره اللاعب السابق ومدرب الامال اسحاق علي موسى على راس العريضه الفنيه للشباب مؤقتا الى جانب اسماعيل صابر اللذان اشرفا على التدريبات بملعب 20 اوت بحضور جميع اللاعبين، اين تدرب ربيح ونعني على انفراد بسبب الاصابه. واكد اللاعبون على عزمهم على تحقيق الانطلاقه امام سريع غليزان والتخلص من الوضعيه التي يتواجدون فيها. كان لازم علينا نلبيو الدعوه تاع الرئيس وين شفنا ابري لو ديرني ماتش المدرب الي ميشيل كيتا لابار تكنيك وبقى صابر بن اسماعيل المون ابلي بور باش نوقف معاه في هذو لي مومو هذو. بس على بالها كاع بلي عندنا اون بون ايكيب سوف كو رانا نجوزو بيريود فوالا موفيس بيريود. Mais bon, inchallah, il coule déclic avec tout le changement qu'il y a eu cette semaine, ou une flabar technique, ou la direction, ou là. Là, il y a un grand moyen, un grand moyen de la réalisation. Ou inchallah, dans la réalisation, on peut faire ça, inchallah, bonne affaire, inchallah. Pour tout faire, ça va être très difficile. عندها بزاف شباب الوزداد ما فاتوش مرحلة كيما هذه. واش راح نقول لك، حنا هذه الفوبا بالك جات في الديبي تاع العام هذا، بربي ان شاء الله حنا نحضروا المقابله الجايه ان شاء الله. في اخبار محترفين، كشف موقع ترانسفير ماركت ان اداره نادي شالك 04 الالماني ترغب في شراء عقد الدولي الجزائري نبيل بن طالب الذي يقدم اداء رائعا مع النادي الالماني منذ التحاقه بالفريق. وحسب نفس الموقع فإن رئيس الفريق كريستيان هيدال مستعد لدفع الشرط الجزائري أو الجزائي لنادي توتنهام والاستفادة من خدمة بن طالب إلى غاية 2021. يذكر أن بن طالب يلعب للنادي الألماني على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء لموسم واحد.
أكد أحد أعضاء وفد المنتخب الكاميروني بأنه بعد المباراة التي جمعت منتخب بلاده ضد الكاميرون شهد 4 لاعبين من الخضر وهم يصرخون في وجه المدرب ميلوفان رايفاتس، مضيفا بأن أحد اللاعبين دفع يد المدرب الصربي بقوة بعدما كان هذا الأخير يحاول تهدئة الأمور. وفي هذا تصريح لموقع جون أفريك مضيفا بأن الصراخ استمر داخل غرف تغيير الملابس إلى أن غادرها رايفاتس. جواريا، تم اختيار لاعبين اثنين من ولاية أضرار من قبل الاتحادية الوطنية لرياضة كرة السرعة للتواجد مع المنتخب الوطني الذي سيشارك بدءا من نهار اليوم في فعاليات البطولة العالمية لرياضة كرة السرعة التي ستحتضنها تونس هذا الأسبوع. ورغم نقص الإمكانات إلا أن هذه الرياضة تعرف إقبالا واسعا من قبل الشباب بهذه الولاية، علما أن أضرار تحصلت على البطولة الوطنية شهر مارس الماضي. اليمين بالعلم. اختير اثنان يعني في صنف الذكور وصنف الاناث، راهم يعني ابطال وطنيين وعندهم يعني دوره في دوله تونس الشقيقه. هذه رساله للرئيس الاتحاديه السيد الهادي النيل، يعني احنا نتمنوا ان شاء الله يعني مشيه يعني الحميده انه يعني ما يبخلش عنا ان شاء الله ويعاوننا، ونتمنى منه ان شاء الله التوفيق. ميساج الاتحاديه، رانا نعانوا يعني شيئا ما، اقول شيئا ما، وصعوبه كامله في الاغراض والعتاد والوسائل يعني باش التدريبات، نوصلوا التدريبات ونكونوا ان شاء الله في حسن الظن وما نخيبوش الوطن تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنها وما نخيبوش الامال تاعهم ان شاء الله بربي. وما ما قيتوا الامكانيات ناقصه الحمد لله يا ربي رانا نوجدوا في روحنا ان شاء الله باش نروحوا نمثلوا دوله الجزائر في تونس الشقيقه ان شاء الله في البطوله هذه العالميه ان شاء الله. دولية